ولكن انا افضله هو عليكم نتومايا. انا ودي ما غنسمحش فيه. المهم واحد النقطه انك انت ما ربيتينيش، ما ربيتيش عليا الكبده. 4 سنين ما شميتش ريحه الام ديالي. يعني الاولاد عاد اي واحد مادام تخلقوا في الدنيا الا ويكون وحدهم والديهم، ماشي باش يسمحوا فيهم. كنرحم لكم الوالدين ويخليكم صحيحتكم وموتكم اعز ما عندكم. ما تبقاوش تطلبوا مني الزواج حيت انا ماشي في حاله ديال الزواج. السلام عليكم الخوت، انا ندى اللي كان وقع لي المشكل مع داك السيد اللي كانت تعت عليها. وانا ندى اللي كانت عائلته تخلت عليها. انا يعني انا البنت اللي ما طولتش في معاش كي نقولها، ما طولتش في الفرحه ديالها مع والديها، ما طولتش في الفرحه ديالها بالانوثه وكبنت في حال الناس. كنت نوقع لي مشكل مع دارنا، ما جيت نفكر كيفاش نرجع لدارنا وكيفاش نحاول نتحاور مع دارنا بانهم نرجع نعيش معاهم ونبقى معاهم. حتى كنت سلط عليا وحش ادمي اللي هو ولد الفشوش، وقع لي مشكل مع دارش انه لانه تعدى عليا يعني بواحد الطريقة اللي ما تطيحش على يعني ما تطيحش على الناس في بالهم. ما عرفتش كي نقولها لكم، يعني اغتصاب وحشي اللي تعرضت له انايا ما عمرني نسى في حياتي. هو ديك السبب اللي دمر لي الحياة ديالي. داك المشكل اللي وقع لي يعني حطمني من داك المشكل، وانا لور ما بقيت كنفكر ايجابي، ما بقيت كنعيش ايجابي، ما حتى شي حاجه. ديك الشخص هذاك تبعته قضائيا في الكوميسارية. لا هذا الشخص اللي مؤخرا اللي كان تعرض للعنف خلال الهضرة اللي كان عايرني وداك الشيء، يعني الله يهديه على راسه، الله يهديه على والديه. تبعته قضائيا ماشي الوحش اللي تعدى عليا، ماشي يعني الشخص اللي اغتصبني، لا هذا غير اللي عايرني هنا في كازا. تبعته قضائيا، ديكلاريت به لهلا خط علينا المخزن يعني الامن الوطني، وقف معايا دار اللازم. من بعد جات عائلته كترغبني وكتزوجني، وهادي بقاو فيا يعني من خلال الانسانيه، وهادي من طرف الانسانيه بقاو فيا يعني بحال والديه. ما قديتش نزيد نحقد ونزيد نقصح قلبي انني ما نسمحش، علاش؟ حيت المشكل وقع لي الاول في حياتي صافي قصحت قلبي انني من دابا الفوق ما بقى نسمح لحتى شي واحد يزيد يضرني، وما بقاش نسمح في حقي. علاش؟ على وجه ديك الوليد. حيت لو بقيت انا نسمح في حقي ونسمع الهضره ونسكت وهادشي كامل، نقدر واحد النهار نتقتل وديك الوليد غيتيتم. من بعد ما والديه يعني طلبوا مني السماحه وهادي بقاو فيا، علاش؟ حيت انا ما عنديش والديه، بقاو فيا يعني تعاطفت ودرت تنازل وسمحت ليه وكنطلب له الهدايه. وهذه عبره لاي واحد، حتى شي واحد ما يفكر يدير الوليات، حيت الوليات حقهم عند الله وربي ديما واقف معايا الحمد لله. يعني ما واخا ديك كتعايروا واخا كتسبوا واخا داكشي كامل، كنقول الله يهديكم. هذا ما عندي الام ديالي، يعني نقدر نقول لك مده 4 سنين ما طاحت الدمعه من عيني. ديك النهار هذاك يعني الدمعة من عيني على أساس أنني نبكي بحال الدريات ونبكي على أمي، لا كان بحال نقول لك الشخصية ديالي ماتت، الإنسانية ديالي ماتت.
ديك النهار بكيت وفرغت لي في قلبي وكاع داكشي اللي عندي. على اساس شنو؟ على اساس ان الام ديالي يعني تعاطف معايا، يعني تحوزني لعندها، يعني تحضنني تقول لي يا بنتي اجي لعندي. هي لا شنو قالت؟ انا مبقيتش باغاك، ما بقاش نعترف بيك، ما تعاوديش تفكري تجي لعندي. الا فكرتي تجي لعندي عائلتي ما بقاش يشوفوا فيا. انت فضلتي عائلتك على بناتك؟ لا انا فضلت ولدي عليك انت. ياك ديك الولد كتقولي من الحرام رغم ان ربي العالم بيه وبيه، كتقولي داك الولد يعني من الحرام ما كيدخلش عندكم الدار، الحرام كيجيب لكم العار، ولكن انا نفضله هو عليكم نتومايا. انا ولدي ما غنسمحش فيه، واخا انت سمحتي فيا ولكن انا ولدي ما غنسمحش فيه. واللي كيقولوا لي خيريه انا ما نحطوش في خيريه، عارفه راسي صغيره، عارفه راسي مازال الحياه قدامي، ولكن داك الدري ديما غيبقى جنبي. علاش؟ حيت انا سمحوا في ليا والديا غنحس بالشعور اللي غيحس به هو من بعد. ما عندوش باه، عنده انا والله والحمد لله. وبالنسبه لي كتقولي لي اخوك غيدبحك، خالك غيدلك ويفعل لك، انا راه ما خايفاش، انا راه ما خايفاش. انا كنت حداهم ما كانوا كيقدروا يديروا والو، على بالك بان خالي ديما كان كيتجاول حدايا وما كان حتى شي واحد كيقدر يدير شي حاجه. علاش؟ حيت من الرجوله ماشي هي انك انت راجل صافي الحكام الهضره هي كلشي، لا الرجوله هي بزاف ديال الحوايج. يعني انت راجل خصك تعرفهم، ما نضطرش انا مره نقولهم لك. انا الاخ ديالي ما كيحملنيش، مبقاش كيحملني، باغا نعرف السبب، يعني اللي السبب اللي ما خلاش يحملني انا باغا نعرفه وما كرهتش نعرفه. حيت ملي مشيت عرفت السبب يعني ما نكذبش عليك، واخا انا عارفه راسي ما درت والو، غنحاول نصلح المشكل شنو كاين، وانا عارفه راسي مقتنعه وربي فوق مني انني ما درت حتى شي غلط. يعني ما كنت نفسد، ما كنت ندير مخدرات، ما كنت ما لبتش في الدار، لا حتى شي حاجه من هادو. الاسباب اللي كنعرف انا العائله كتخلي العائلات يعني ينوض مشاكل مع ولادهم، ولكن انا ما درت حتى شي حاجه في هادو. يعني بنت كانت كتبغي تكمل قرايتها تحرمات ماشي مشكل، بنت كانت كتبغي تخدم وتحقق داكشي ليها خدمات وما حققتش داكشي اللي حققت لكم نتومايا ماشي مشكل، بنت حرمات من والديها وصبرات ماشي مشكل. المهم واحد النقطه انك انت ما ربيتينيش، ما ربيتيش عليا الكبده. الله يرحم لي رباتني، الله يطول ليها في العمر، والله يخليها ديما الفوق الفوق، والله يخلي لها صحيح حتى ويعطيها جميع ما كتمنى، وكنطلب ربي يجيب ليها الشفاء. علاش؟ حيت ربات عليا الكبده. اما انت ما ربيتينيش، ما ربيتيش عليا الكبده، قولي بحال انك تبنيتيني وصافي. ربع سنين ما شميتش ريحه الام ديالي، ما وصلتش لدارنا، ربع سنين ما حسيتش كانني عندي عائله وعشت الجو العائلي. يعني هاد ربع سنين هادي ما عيطت فيها، ما فرحت فيها، ما حتى شي حاجه، كنت بعيد على الاسره ديالي، رغم انني ربع سنين وانا كنحاول انني نرجع، ولكن دوماج عائلتي كانت ديما رافضاني بزاف. توحشت لدرجه انني ما نكذبش عليك، رغم ان العائله اللي انا معاهم مقدمين لي الحنان لواحد الدرجه ان الحنان اللي ما عطينوش لولادهم، ولكن انا ناقصني الحنان ديال الام ديالي، ناقصه بزاف. يعني واخا تجي امه وتعوض تعطيني الحنان ديالها اللي فتقتها كامل، لا انا باغا الحنان ديال الام ديالي اللي ناقصه. الرساله اللي كنبغي نوجهها للام ديالي انك الله يسمح عليك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم امك ثم امك ثم امك عاد ابوك. وقال بالنسبه للوالدين، كنعرف ان الوالدين كما قالت المثل على الاولاد تقال على الوالدين، يعني الولاد عاد اي واحد مادام تخلقوا في الدنيا الا وكانوا حداهم والديهم، ماشي باش يسمحوا فيهم. مازال عندي امال كنقولها وكنعاودها، ما تحطمش هاد الامل اللي عندي، ما غنستسلمش، ما غنرجعش للور، ما غنتوقفش على هاد المحاولات اللي كندير، غنبقى نحاول ولو الاخر يوم في عمري. ما عرفنا شكون السابق، اليوم الدنيا وغدا الاخره. انت راكي مريضه وشاده الفراش، راه غدور سمطه راه توقفي ليا انا، وانا اللي غتلقايني وغتلقاي هاد الهضره هادي وغتقولي قالتها هذا. ما شغي نقول لك، انا مع هاد العائله عايشه واحد العيشه اللي ما عايشيناش عائلتي اللي هما كيقولوا عايشين بخير. يعني الحمد لله واكله شاربه مستوره، الكسوه المخيره كنلبسها بالفضل ديالهم انا، يعني
وليت انسان، كنت انسان مجهول وليت انسان بالفضل ديالهم. ولدي ولا مع اسره، كيقول امي، كيقول ماما، كيقول يعني عايش مع خالاته وام ديالو وجداته بالفضل ديالهم. انا يعني كيوريوني نشوف القدام بلاص ما نشوف اللور، ولكن عائلتي لا، كتحطمني وكتخليني نرجع للور. يعني الناس اللي انا معاهم لقيت الخير في البراني، ما لقيتوش في عائلتي، خيرهم سابق فيا وغادي نعوضهم. كنطلب ربي يرزقني باش نعوضهم، رغم انكم نتوما ما درتوش معايا هادشي. هما راه مضحين بنفوسهم ومضحين برواحهم بولادهم وعائلاتهم على ودي انا، ما كيجيوني والو. ويقدر هادشي يجيكم كذوب، ولكن تقدروا تجيو لهنا وتشوفوا كلشي بعينيكم، حيت هادشي مفيش الكذوب ومفيش اللعب، هذا هو الواقع. الا جيتو شتو كلشي بعينيكم ما غتثيقوش، علاش؟ حيت نتوما اللي عائلتي ما درتوش هكا، وما غترضاوش تجيو طيحوا براسكم عندي. وانا راه ما طيحت بحد، ما دخلت العار لحد، انا وقع لي المكتب والحمد لله. انا رسالتي للناس، اول رساله للناس اللي كطلبوا مني الزواج، كنطلب كنرحم لكم الوالدين ويخليكم صحيحتكم ومواتكم اعز ما عندكم. ما تبقاوش تطلبوا مني الزواج، حيت انا ماشي في حاله ديال الزواج. يعني من بعد غنتزوج، انا باغا ندير داري ونتستر ويكونوا عندي وليدات والراجل ديالي اللي قدوه ليا وبزاف ديال الحوايج. ولكن ماشي دابا، انا دابا غارقه في مشاكل، كنفكر كيفاش نصلح المشكل مع عائلتي، كيفاش نقاد ورق ولدي، كيفاش نوقف على رجلي، كيفاش بزاف ديال الحوايج. ما كنفكرش نتزوج، وماشي على اساس انا ما كنفكرش نتزوج، هادي بالنسبه للناس اللي كيقولوا انت ولفتي السعايه ولفتي الفساد وزاد الحوايج. لا، انا ماشي هادي نيتي، انا نيتي الناس يوقفوا معايا، ندير شي مشروع، نخدم على راسي، وغلو صغيره غير كروسه وفيها شي بركه نترزق بها الله، ندير شي سكينه اللي يستر فيها راسي. علاش؟ حيت مابقاش عندي الجهد اللي نخدم عند الناس في الديور، مابقاش عندي الجهد نمشي عند عائله نبرك معاهم. انا ما باغاش نفرط في هاد العائله، فيما مشيت غيمشيو معايا وفيما مشاو غنمشي معاهم، ما غنفرطش. يعني انا كنطلب الناس يوقفوا معايا تنقاد الوريقات ديال ولدي، وحتى نوقف على رجلي وندير شي مشاريع اللي نوقف على رجلي ونخدم. علاش؟ حيت واخا غنبغي نخدم، ما عنديش كندير لداك الوليد، ما عنديش كندير ليه وفين نخليه، وما عنديش حتى الصحه ديال الخدمه فشي جهه اخرى. ها كنطلبكم توقفوا معايا وتساعدوني، نتوما هما عائلتي، نتوما هما خوتي وحبابي، يعني ما تفرطوش فيا، انا ما عندي حتى شي واحد، حيت عائلتي فرطات فيا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.